مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. النهاردة هنتكلم عن عبادة من أجل العبادات، وأنا شخصيا بحب العبادة دي جدا وليا نصيب حقيقي فيها لأني اتسميت عليها. أكيد عرفتوا موضوع الحلقة، الدعاء. الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو مخ العبادة. إزاي نحب الدعاء وإيه اللي يجوز ندعي بيه وإيه اللي ما يجوز إن احنا ندعي بيه، إيه أفضل أوقات الدعاء؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك وروحي ربنا يسترك. يا رب آمين. الستر ده أحلى حاجة في الدنيا، يا رب الستر يا رب لينا كلنا. مدام بقى بنتكلم عن الدعاء يعني. ايوه انا بحب الدعاء جدا، ويعني الحمد لله ربنا بيرزقني من ناس كتير بيدعوا لي، وبحس ان الدعاء ده رزق فعلا، احلى رزق بالنسبه لي. رزق ولا رزق؟ رزق. رزق بس يعني هو رزق برضه. فعايزين نتكلم عن الدعاء واهميته، دي اول حاجه يعني، علشان عايزين كده في الايام الحلوه دي نفكر الناس بعباده حلوه اللي هي عباده الدعاء، وما ننساهاش وما نسيبهاش، لان هي فرج ومخرج لكتير قوي وتفاصيل كتير قوي في حياتنا. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. بادئ ذي بدء، لابد أن أسألك سؤالا وأنت يعني هتجاوب الناس كلها، الجواب واضح يعني. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي يطعمنا؟ الله. من الذي يسقينا؟ الله. من الذي بيده الضر والنفع؟ الله سبحانه تبارك سبحان تعالى الله. فإذا ما أراد الإنسان أن يلجأ، يلجأ إلى من؟ الله. لابد أن يلجأ إلى الله عز وجل، من بيده ملكوت السماوات والأرض، صح؟ طبعا. فلذلك نحن نريد دائما أن نخلي الإنسان كده، دي من أعظم العبادات عند الله عز وجل، أن يسأل الإنسان ربه سبحانه تبارك تعالى. فإذا ما علم العبد أن الله هو الذي خلقه، وعلم العبد أن الله عز وجل هو رازقه، وأن الله هو الذي يطعمه، وأن الله عز وجل هو من بيده الضر والنفع، فإذا ما وقع في كرب أو هم لجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يسأل ربه دائما وأبدا. فواحد يقول طب أنا الحمد لله ما فيش حاجة يعني، فمن باب أولى أن تدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يثبت النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، أن يثبت هذه النعم، يعني يخلي النعم موجودة لا يزيل هذه الإيه؟ هذه النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، ولما جه حث على الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن مثلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبعد أعظم من أعظم العبادات اللي هي عبادة الصيام، يعني بعد ما قال الله عز وجل شهر رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما فيش واسطة بين العبد وبين ربه سبحانه تبارك وتعالى، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام هو يحث الناس حسهم كمان على الدعاء بحاجة عجيبة جدا، قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني لازم ندعي ربنا يا جماعة، ادعو ونطلب رب من ربنا، اصلا هنطلب من مين؟ ادعي من الله عز وجل. ولذلك فهم الكلام ده طبيب القلوب يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه، فبيقول: يا من لم يسأل الله يغضب عليه، فيقول: يا رب، يا من تغضب على من لا يسألك، اللهم ارضى عمن سألك. الله، شوف الدعاء عامل ازاي. اللهم يا من تغضب على من لا يسألك، ارضى عمن سألك. فلذلك الإنسان لابد أن يدعو ربه دائما وأبدا، إن هو دائما يقول يا رب. لذلك أنا دائما أكرر وأقول اللي هو لقمان الحكيم كان بيعلم ابن الدعاء، فيقول له: يا ابني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وكنت من أعظم الكلمات اللي قرأتها للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، بيقول لما تتكاثر عليك الأمور، في واحد عاوز يدعي ربنا إنه ينجحه في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو في دبلوم، أو ربنا يرزقه مال، أو ربنا يرزقه شقة، أو ربنا يتجوزه، أو واحدة بتقول يا رب أجهز نفسه بسرعة بقى عشان خلاص أنا عاوز أتجوز، أو يا رب، فبيقول خلاص الأمور كلها تتكاثر عليك. طيب حاجة واحدة بس وربنا إيه يتقبل كل ده، هو إيه؟ قال: فإذا تكاثرت عليك كل هذه الأمور فاسأل ربك تبارك وتعالى أن يعفو عنك، فإذا عفى عنك ربنا تبارك وتعالى يسر لك كل الأمور.
يبقى انا هو على طول اقول له ايه؟ اللهم انك عفو. ولذلك ده من اعظم الادعيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال لامنا عائشه في اعظم ليله، بتقول له اقول يا رسول الله في الالتقاط، قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو ايه؟ فاعفو عني. فاذا ما عفى الله عز وجل عن العبد رضي عنه ولا شك، واذا ما عفى الله عن العبد ايه اللي يحصل؟ الله عز وجل يسر له كل الايه؟ كل الامور. ولذلك كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام اعجز الناس من عجز عن الدعاء. تخيلي الواحد اللي هو عايش في الدنيا مش عارف يدعي، يقول لك مش عارف ادعي، ده مصيبه دي. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول انا لا احمل هم الاجابه لاني اعلم ان لي ربا كريما سبحانه وتبارك وتعالى، ان الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى يستجيب، لان عندي يقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، فانا عندي يقين ان الله سيستجيب لي. بقول ولكن احمل هم الدعاء، هو انا هدعي ربنا ازاي؟ اليقين بقى ده اهم حاجه، ان انا بدعي وعارفه ان انا بدعي الملك، انا بجيب من الاخر زي ما بنقول. انا بدعي ربنا وبدعي بكل اللي انا نفسي فيه، وبيبقى عندي يقين ان ربنا هيستجيب، لان امال مين يعني مين هيعمل لي اللي انا عايزاه؟ بس احنا عايزين اليقين ده مهم قوي جدا، مهم جدا. في جداً. بعض الناس فاكرة ان استجابة الدعاء ان يتحقق في نفس التو اللحظة. لا، ما احنا نقول بقى ثلاث حاجات، مش ثلاث حاجات. طيب الدعاء ده ممكن يحصل له ثلاث حاجات. قد يستجيب الله عز وجل في الحال، وقد يؤخر، وقد يمنع إجابة الدعاء في هذه الدنيا لأمر آخر في الآخرة. أيوة. سبحان الله. فالإنسان ممكن فاكر أنه قد يستجيب الله عز وجل، لكن يؤخر تحقق الإجابة. هضرب لك مثال، وأنا دايما قلت الأمثلة دي كتيرة جدا جدا جدا، اللي هو تعالوا سيدنا موسى لما دعا على فرعون، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، وده نبي، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهارون واقف جنب سيدنا موسى فقال اللهم امين. اتنين انبياء، خلاص كده؟ في اعظم من كده؟ لا. قال قد اجيبت دعوتكما. خلاص؟ امتى بقى هلاك فرعون ده؟ ما لكوش دعوه، تحقق الاجابه مش بتاعتكم. يقول الضحاك فاهلك الله فرعون بعد هذه الدعاء ب40 سنه. 40 سنه. يبقى ما علينا الا ان نبذل السبب، ان ندعو ربنا سبحانه تبارك وتعالى. بس لازم يكون الانسان عنده ذكاء بقى، اللي هو وانت بتدعي ربنا يكون عندك ذكاء، زي الاعرابي اللي راح عند في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والانسان اللي يقف في الروضه الشريفه بتلاقي القبر الشريف فين؟ على ايده الشمال، ويتلاقي المنبر على ايده اليمين. فوقف الانسان كده، الراجل الاعرابي ده يصلي، فقال اللهم ان هذا خليلك على سيدنا النبي، وانا عبدك والشيطان عدوك، فان غفرت لي سر خليلك ونجا عبدك وحزن عدوك، وان لم تغفر لي حزن خليلك وهلك عبدك وحزن عدوك وفرح عدوك وسر عدوك، وانت اكرم من ان تحزن خليلك وتهلك عبدك وتسر عدوك. وبعدين يقول له اللهم إن العرب الكرام كان إذا مات فيهم سيد شريف نحروا على قبره وأعتقوا. طب وأنا دلوقتي على قبر مين؟ النبي، النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فأعتقني على قبر سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. طبعا في آداب بقى كتيرة للدعاء. احنا ناخد تليفون ونحاول نتكلم تاني عن الدعاء. ام احمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا استاذة دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبتي. انا مبسوطة قوي والله عشان عرفت اوصل لكم، ونفسي من زمان اكلمكم ومش عارفة ابدا، يديني مشغولة على طول ومش عارفة اوصل له. اهلا بيك، اتفضلي يا حبيبتي. سؤال. طيبين وانت طيبة يا رب. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليك يا رب، ربنا يحفظك. لو سمحت، انا ابن اختي متوفي في رمضان. بقاء لله يا حبيبتي. ونعم بالله. فهي تعبانه نفسيا جدا، وانتوا بتقولوا طبعا الاطفال بتخش الجنه وتدخل اهلها الجنه. هو عنده يعني طفل يعني؟ 9 سنين. طيب هي اول ما تتوفى هتقابله ولا مش هتقابله ليوم القيامه؟ ماشي يا حبيبه قلبي. حاضر. الله يرحمه ويصبر قلبها ويربط على قلبها يا رب ويبرد قلبها وقلب كل ام يا رب ويصبرها يا رب. تقابله فين؟ في الجنة. يعني شوفوا بقى، ما هو انا لذلك بسأل انت هتقابله فين؟ ما هو في يعني هو خلاص انتقل الى رحمات الله. هو بقى ملاك ومستني بقى على باب الجنة امه وابوه. قلنا قبل كده ايه؟ قلنا الاطفال بيقفوا فين؟ على باب الجنة. على باب الجنة، خلينا نقول بالمعنى العام كده، بيعملوا مظاهرة. اللي هو ايه مظاهرة؟ ايه يا رب احنا مش هندخل الجنة لو معانا ابائنا وامهاتنا، يدخلوا معانا يا رب. فدول بيكونوا السبب في دخول ابائهم وامهاتهم الجنة. فانا عاوز ابشرها واقول لها اصبري وصابري
واعلمي أن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى كريم، وأن الله رحيم، وأن الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث إذا قبض الثمرة فؤاد العبد يقول لملائكته وهو أعلم: هل قبضتم ثمرة فؤادي؟ يقولون: بلى يا رب. فماذا قال عبدي؟ وهو أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: فابنوا لعبدي ده بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإن شاء الله كمان ده أنت مش هتقابليه كمان، وإن شاء الله بإذن الله مع الصبر واليقين ده هتلاقي ليكي بيت اسمه بيت الحمد، ليكي في الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وربنا صبر قلبها. يا رب صبر قلبها وبرد قلبها وربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة. سارة، أهلا يا سارة. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيك. الحمد لله، ربنا يخليكي. ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. في بص حضرتك، إحنا عمرنا طبعا ما عملنا أضحية، تمام؟ بس بنطلع صدقات أضحي وحاجات كده لوجه الله كتير يعني، تمام؟ الحمد لله. فجاء زوجي توفى، فإحنا كنا بنفكر نعمل أضحية يعني، قلنا إيه الحمد لله. فانا مش عارفه هل هو له ثواب في الاضحيه ديت، هيوصل له الثواب ولا انت ساره انت ما كنتوش بتذبحوا السنين اللي فاتت عشان ما كانش معاكم فلوس للاضحيه يعني، فكنتوا بتعملوا صدقه على قد الفلوس؟ بس كنا بنطلع على يعني كده الحمد لله. ان شاء الله ربنا يتقبل منكم. ماشي يا حبيبه قلبي. امين يا رب. في سؤال تاني؟ السؤال الثاني حضرتك بالنسبه للنقطه والهدايا اللي بتبقى في المناسبات المختلفه، تمام؟ يعني في فرح، في نجاح كده يعني. في البعض مثلا ما بيردهاش، تمام؟ يعني انا مثلا بدي هديه مثلا لصاحبتي، لحد قريبي، مش عارف ايه كده يعني. ماشي. في البعض ما بيردهاش، هل الواحد يبقى منتظرها ولا خلاص دي ما بتتردش مثلا؟ موقفها ايه لو ما تردتش؟ لو انا ما ردتش مثلا اللي عليا، موقفها ايه عند الله سبحانه وتعالى؟ هو انت بتعتبريها عليكي ليه هي دين؟ انت بتعتبريها دين يعني، او الناس بتعتبرها دين؟ هو حضرتك العرف اللي بين الناس كلها ان انا مثلا انت بتهديني وانا باجي ارد مثلا اللي عليا. كانه دين يعني. مش هو بيبقى كده ولا ايه يعني؟ انا عاوزه افهم من الشيء. حاضر يا فندم. ماشي يا حبيبتي. اما بالنسبه للسؤال الاول، فنسال الله عز وجل ان يرحم زوجك الكريم، وان الثواب يصل اليه ان شاء الله، بيصل اليه، فيجوز كمان الاضحيه عن الميت، فهذا يعني جائز ان شاء الله. اما السؤال الاخر فالعرف، انا مش عارف بقى العرف بقى عندكم ايه، لكن في بعض الناس انت نيتك ايه والعرف اللي ماشي السيد ايه؟ لان انا بسمع كده، كنت بسال هو ايه يا جماعه فرح مين ده؟ قالوا لا ده فرح نقطه. قلت لهم يعني ايه فرح نقطه؟ فقالوا لا هو يعني مين اللي هيتجوز يعني، واحده اسمها نقطه ولا ايه؟ قالوا لا ده فرح نقطه. فقعدت افهم من فرح نقطه ده ان واحد راح هذا فرح او في افراح كتيره جدا، انا دلوقتي محتاج الفلوس، فبعمل دلوقتي فرح عادي كده مفيش عريس وعروسه خالص، اسمه نقطه، ان هم يجوا ينقطوني بقى من غير عريس وعروسه. من غير عريس وعروسه، فيدخلوا 200 300 الف في الليله دي، يروح يشتري بيهم عربيه، يشتري بيهم حاجه، يفتح بيهم مشروع يعني. هي كانها جمعيه مثلا او حاجه زي كده. لكن يعني انت نيتك ايه؟ لو انا نيتي من باب الهديه ما تنتظريش رد للايه الهديه، انت عملتيها لله تبارك وتعالى. طيب بشكر حضرتك جدا يا شيخ احمد بنهايه فقرتك. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. لبيك اللهم لبيك. وصلنا مشاهدينا لفقره الخير بتاعتنا، والحقيقه ان الايام دي كلها ايام طاعه وخير وبر، وانا برحب بضيفي الاستاذ اسلام امين المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحقيقه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه وكل خير. عايزين حضرتك تكلمنا عن مؤسسة نبض الحياة والدور اللي بتعملوه الخير يعني بتاعكم والتنمية. انا عاوز اخد الاول من كلام حضرتك، بنقول يعني احسن ايام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. كان بيتكلم عن الايام العشر من اوائل من ذي الحجه. أيوة. عارفه يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتيجي في رمضان وتبقى تقول انا الحسنه هنا ب10 اضعاف وب70 ضعف، وتعمل وتنفق في رمضان. النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا حتى رمضان، ما من ايام على وجه العام كله العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. أيوة. اللي هي يعني موجودين فيها دلوقتي. طب فات منهم كم يوم؟ كتير. فات منهم حوالي 6 ايام وباقي 4 ايام على العيد. كل عام وحضرتك بخير. طيب. وكل الساده المشاهدين بخير. احنا في نبض الحياه بقى بنعمل ايه؟
احنا بنساعد المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي انه يعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انه يعمل افضل الاعمال في افضل الاوقات. يعمل افضل اعمال. ليه بقول افضل اعمال؟ لان مؤسسة نبض الحياة والجمهور بدا يبقى عارف نبض الحياة ومهتم بيها متخصصة في المية، في سقيا الماء. المية هي الحياة بجد. صحيح، المية هي الحياة. لما راح صحابي جليل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ماتت أمي يا رسول الله أفأتصدق عنها؟ يعني هي ماتت ينفع أعمل لها خير؟ النبي قال له نعم. سأله سؤال جميل جدا، قال له فأي الصدقة أفضل؟ إيه أحسن حاجة أعملها للمتوفي اللي رحل ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرد ويعلمنا عليك بسقي الماء، اسقي الناس مية. طب هل إحنا في 2020 لسه في ناس محتاجة مية؟ احنا بيوتنا كلها الحمد لله بنفتح حنفيه بتنزل ميه. لا، في نبض الحياه بننزل قرى في الصعيد، في الفيوم، في شلاتين، في سينا، قرى ما فيهاش ميه تماما. ومعانا تقارير النهارده حضرتك هتعرضها لنا فيها الناس بقى ومعاناتهم وقد ايه ما عندهمش ميه. عارف لما الامهات بتشوف ده تقول لي يا ابني ده الميه لو قطعت عندي ساعه في البيت ما بستحملش، ما بعرفش اتصرف ازاي. فبالك بقى بام علشان تشرب، مش هقول عشان تغسل ولا عشان تطبخ، علشان تشرب هي اولادها، تروح قريه جنبها تجيب ميه. هم دول اللي احنا بنحاول نساعدهم ونحاول نوصل لهم ونحاول نوصل لهم الصدقات الجاريه في صوره وصله ميه. طيب هنشوف كده بقى معاك ومع مشاهدينا اول تقرير وموضوع الميه ومؤسسه نبض الحياه. مبادره توصيل الماء. الماء حياه. نقطة المية هي الحياة. لو بنتكلم عن الجبلاية ما فيهاش حياة، ودي قرية من قرى محافظة الفيوم المفروض تكون حية، لكن ما فيهاش المية اللي هي سر الحياة وأصل الحياة. سيدنا بيقول عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وفقرائكم. يا ترى الناس هنا عايشين بقالهم قد إيه ما وصلوش مية؟ وهنا يعني صراحة ربنا ما فيش العملية واقفة خالص، مفيش، مفيش مية نشرب، مفيش كهرباء زي الناس، مفيش شوحة. في رمضان كنت بقدر أشحط إزازة المية من البيوت. نفسي إن ربنا يكرمنا ويبقى عندنا عداد مية ومية شغالة في البيت. أنت متخيل بساطة الناس؟ يتعمل شباك ومش عارفين يعملوه فبيقفلوه بقبل كاشة. أنت متخيل حاجة الناس اللي هنا؟ علشان كده احنا في مبادرة توصيل المية بننزل على الأماكن الأكثر فقرا، وده دورنا ان احنا نوصل له المية لحد البيت علشان يقدر يعيش حياته الطبيعية في البيت وهو عنده مية. في بيت ممكن يكون من غير مية، هنا البيوت من غير مية. حاولتوا تدخلوا مية؟ بس مفيش. مفيش؟ مفيش ان احنا ندخل مية، مالناش فلوس ان احنا ندخل مية. اللي جاي على قد بيوتنا وعيالنا. عاوزين الجبلاية تنبض فيها الحياة بوصلة مية لكل بيت، تكلفتها مش كبيرة، 3000 جنيه هتدفعهم في الدنيا والأجر في الآخر هيكون كتير جدا. الملامح اللي احنا شفناها النهاردة في المكان اللي احنا فيه، فقر، حاجة، شدة، لفت نظري بساطة وقناعة الناس اللي هنا. هنا في محافظة الفيوم 100 أسرة محتاجة تشرب، 100 فرصة، 100 هدية، 100 ضحكة، 100 دعوة. الحق بسرعة، خد فرصة منهم. الأرقام دي هي بس اللي من خلالها تقدر تساهم في المشروع اللي أنا شايفه بعناية ومسؤول عنه قدام ربنا ثم قدام حضراتكم. مبادرة توصيل الماء. الماء حياة. شفنا معاكم طبعا مشاهدينا التقرير، واستاذ اسلام يعني اشرح لنا بقى بالتفصيل اكتر، انت كنت موجود هناك وشفت بنفسك. انا للاسف يعني بنزل كل الشغل بنفسي وبتاثر بيه جدا لان انا بكون موجود فيه. انا احيانا بقعد في مكتب في المؤسسه ويتصل بيا المتبرع يقول لي يا ابني انا هبعت لك تبرع النهارده صدقه على روح والدي او على روح والدتي، او انا بقتطع من رزقي وبدي لك التبرع، ارجوك انا بامنك الامانه تصرفها بنفسك وتشرف عليها. ده اللي بيخليني انزل بنفسي واصور مع الناس واعيش معاهم المعاناه بالشكل ده. البيوت دي موجوده فين؟ في محافظه الفيوم، في قريه اسمها ارض الشريف.
بعتوا لنا استغاثه وقالوا تعالوا احنا محتاجين نشرب ميه، احنا محتاجين وصلات ميه. لما بننزل قريه زي دي بنشوف الجهات المسؤوله الاول، هل يا ترى في خطه الدوله انها توصل لهم الميه خلال الفتره القصيره اللي جايه؟ رحنا لشركه الميه في الفيوم، ورحنا لسياده اللواء هناك اللي هو هشام دره رئيس شركه الميه، وقلنا له احنا محتاجين نمد خطوط الميه للقريه دي، وعملنا اتفاق جميل جدا. هم هيعملوا الخطوط الرئيسيه، المواسير العموميه اللي في الشوارع، واحنا في نبض الحياه هنعمل الوصلات الفرعيه اللي هي المفروض اللي يتحمل تكلفه الوصله الفرعيه دي هو البيت، هو القانون بيقول كده، الحكومه او شركات الميه بتعمل الخطوط العامه الكبيره الرئيسيه، وكل مواطن بيوصل خط الميه ده برسوم على حسابه. عارف حضرتك الرسوم دي كام؟ من 7 ل 10، من 7000 ل 10000. لما رحنا في نبض الحياه قلنا انتوا اللي بتتحملوه بقى، المفروض المواطن هو يتحمل السبعة العشرة دول. أيوة. لكن ها جايلك بقى في الطريق التعاون اللي حصل بيننا وبين سيادة اللي هو شركة المية هناك، حاجة مفرحة جدا لكل السادة المشاهدين. أيوة. لما قلنا لهم احنا جهة خيرية والناس دي ناس بسيطة مش قادرة تدفع السبعة ولا العشرة، قالوا لنا هنعمل تخفيض هتبقى 3000 جنيه. رحنا لأهل البلد، تقدروا يا جماعة تدفعوا الثلاثة؟ زي ما شفنا البيوت، البيوت من غير سقف، من غير فرش، من غير أجهزة، من غير سرير، من غير حاجة خالص. قلنا احنا ليها، نحن لها وصلت الميه ب 3000 والقريه فيها 100 اسره فقيره، ما بين ايتام، ما بين ارامل، ما بين معاقين، ما بين ناس محتاجه فعلا المساعده، يلا نوصل ال 100 فرحه، انا بسميها 100 فرحه، لان تخيلي كده بيت ما فيهوش ميه تماما والاول مره هيفتح الحنفيه تنزل لها ميه، تبقى فرحه ولا مش فرحه؟ طبعا. طب انا عندي دلوقتي 100 فرحه في مركز طميه محافظه الفيوم، والفرحه هنا مزدوجه، ممكن تبقى فرحه لصاحب البيت نفسه وفرحه لشخص تاني. صاحب الصدقه اللي الصدقه هتروح له، اللي ممكن يكون مش عايش وسطنا دلوقتي وقاعد منتظر حاجه تفرحه، فيلاقي نفسه وهو في قبره في فرحه جات له، ويقول يا ترى الفرحه دي جات لي منين؟ فالملائكه ترد عليه تقول له ده ببركه الصدقه اللي ابنك البر بيك عملها، مش سيدنا النبي علمنا كده وقال لنا مما يلحق العبد بعد موته صدقه جاريه، وسيدنا النبي علمنا في الحديث الثاني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. النهاردة بقى كل الأولاد الصالحين في 100 ولد هيبعت لمئة أب أو لمئة أم في قبرهم فرحة من أرض الشريف دي، وربنا يتقبل. احنا نشوف بقى التقرير التاني والفرحة بتاعت المية، ونرجع برضو نعلق عليها معك في الاستوديو. مبادرة توصيل الماء، الماء حياة. تخيل نفسك واقف زي ما انا واقف كده بالظبط، بس الفرق بيني وبينك في يوم القيامة ان الشمس دي هتبقى قريبة جدا جدا مننا، مش هتلاقي الا صدقتك اللي هتفرج عنك كروبات يوم القيامة. انا ما عايز اركب الهمية زي الناس. عايز تركبي عداد مية؟ ايوه. ماشي. وايه تاني؟ بنمنا من اخر الدنيا وبسيب عيالي لوحدي، يوم الحته دي زي ما انت شايف كده. اقسم لك بالله انا نمت من غير ما نشرب، ما كانتش عندنا ميه، ورحنا خبطنا على الجيران يا منى ان شاء الله ما رضوش يفتحوا. قسمت لك بالله نمت انا وعيالي من غير ما نشرب. يا ناس يا طيبه يا مؤمنه بالله، كل نقطه ميه ثوابها كبير عند ربنا. هنعملها طيب، بنتعب قوي لما نجيب شويه الميه، بس هنعملها، لازم ان احنا نجيب ولازم ان احنا نشرب زي الخلق. والله ما بينزلنا في الحر ده وفي التعب ده وفي الظروف دي نمر في وسط البيوت ونطوف عليهم ونشوف احتياجاتهم علشان نساعدهم الا الحب. انا رضيت بمعطانا الله في الصغر، مرضاش في الكبر، الحمد لله. يا اخي برضو كم الرضا والقناعه اللي عند الناس دي، كم يتدرس. الناس دي وافتكر معايا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من فرج عن مؤمن الكربه من ايه؟ من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. مبادره توصيل الماء، الماء حياه.
استاذ اسلام، شفنا مع بعض التقرير الاولاني والتاني، والاثنين بيتكلموا عن حاجه الناس لدخول المايه، وحضرتك كلمتنا عن زي اتفاق عملتوه مع الجهات الحكوميه المعنيه، وطبعا دي خطوه حلوه ومهمه جدا علشان انكم تدخلوا مواسير المايه للقريه. لان نبض الحياه مؤسسه متخصصه جدا في موضوع الصدقات الجاريه وخاصه وصلات الميه. احنا من 2014 بنشتغل، انجازاتنا بفضل الله من اسوان للسلوم وحلايب وشلاتين، انجازات في وصلات ميه وفي خطوط ميه وفي حفر ابار، كلها بالتعاون مع الجهات الحكوميه. احنا التقريرين دول يعني ايه، دايما متعودين بنعرض انجاز، نقول احنا عملنا قريه كذا وعاوزين نعمل قريه كذا، لكن انا النهارده جبت التقريرين معاناه. لان احنا في افضل الايام، انا ما عنديش وقت في الحلقه ان احنا نعرض الانجازات اللي فاتت، ممكن عن طريق الصفحه نشوف كل انجازاتنا في كل الكره. لكن احنا في افضل الايام، عاوز استغل كل لحظه، ان يمكن مشهد ام زي الست الكبيره اللي قالت انا بخبطت على جارتي بالليل اطلب بق ميه لاولادي، قفلت في وشي ما رضيتش تفتح لي. يمكن كلمه زي دي تلاقي يعني ترق قلب ام معاها او ترق قلب اب معاها، ويتبرع ويساهم علشان الناس دي يجي عليهم العيد، يا رب يجي عليهم العيد وعندهم الميه في بيوتهم يا رب. احنا في نبض الحياه نشاطنا كله متخصص في الصدقات الجاريه. دايما ليه بنقول صدقات جاريه؟ لان بنتسال سؤال مهم جدا، انا عاوز اعمل حاجه تستمر لبعد الممات، عاوز اعمل حاجه اجرها طويل، اجرها مستمر، اعمل ايه؟ اعمل معانا وصله ميه. قيمتها كام وصله الميه؟ 3000 جنيه. عارف حضرتك 3000 جنيه دول بيعملوا ايه؟ بيسعدوا اسره بالكامل، بيت بالكامل. في متبرع بيقول لي هو الشقه دي فيها كام فرد؟ قلت له لا حضرتك فاهم الموضوع بشكل مغلوط، احنا ما عندناش شقق، دي كلها بيوت بالطوب الني بالطوب الابيض، عايش فيها اسره، ويمكن لما ابن مثلا الراجل صاحب البيت ده يكبر شويه فيتجوز في نفس البيت، يبقى بدل الاسره بقى اسرتين وما عندهمش ميه في البيت، ان شاء الله هنسعدهم قبل العيد. انا يعني عندي ثقه في احبابنا ومتابعين البرنامج الكتير ما شاء الله، اللي ان شاء الله مش هيخذلونا، ده 100 بيت نقدر ان شاء الله نتكافل ونوصلهم ميه دي في اقرب وقت ان شاء الله. طيب احنا كمان عندنا بقى تقرير تاني هنشوفه ونرجع نعلق عليه عن اضاحي العيد. خلي بالك انت في يوم العيد بتفرح قوي قوي قوي. طيب يا اخي مش واجب انا وانت نعمل نفس الفرحة لإخواننا الفقراء؟ وفي مؤسسة نبض الحياة بنحاول نكون وكلاء عن كثير من المسلمين، الوكالة في عملية صكوك الأضاحي. في ناس كتير كانوا بيعملوا كل سنة أضحية، السنة دي مش هيقدروا، بل والله العظيم ممكن ما يشوفوش اللحمة أصلاً. هل هنسيبهم ولا هنعمل صكوك إحنا؟ نقدر أكيد نوصل لهم ونعيش معاهم حلمهم والفرحة تدخل كل بيت ويحسوا بينا جنبهم. السنة دي أهل نبض الحياة وأحباب نبض الحياة وأهل إكرام ومحبي مؤسسة إكرام قالوا إحنا هنكرم الفقراء، هنذبح عندهم ونوزع الأضحية كاملة على الفقراء، اللي يمكن يكون العيد بالنسبة لهم فرصة إن يوقد نار في بيتهم. خلي عملك لله تبارك وتعالى بغير حدود، فقط ما عليك إلا أن تقول عزمت، وإذا عزمت فتوكل على الله. يا ترى الأرقام اللي قدامك دلوقتي هتتصل بيها وتساهم بصك؟ ولا باثنين ولا بثلاثة ولا ممكن تساهم بأقل من كده؟ صك الأضحية كنتو 3000 جنيه بيتوزع على المستحقين تحقيقا للسنة. طبعا احنا عارفين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في الذبيحة، يعني البقرة يشترك فيها السبعة، يضرب كل واحد منكم بسهم، أن يريد أن يقدم المال لكي نشتري أضحية يجتمع فيها سبعة أفراد. تقدروا تساهموا معنا وتتابعوا معنا تبرعكم من خلال برنامجنا ومن خلال صفحة نبض الحياة وصفحة إكرام لحظة بلحظة. خليكم معنا من أول ما بنستلم التبرع لحد ما يوصل حضرتك شايفه ومتابعه وملم بيه وعارف خط سير تبرعك من أول ما تدفعه لحد ما يوصل. طبعا كل سنة وكل المشاهدين طيبين، كل سنة وحضرتك طيب. وطبعا احنا بقى في الموسم بقى بتاع العيد والأضاحي
وطبعا ناس كتير بيحبوا ان هم يذبحوا ومتعودين على الذبح، لكن زي ما قلت في التقرير ان ممكن ناس منهم يكون السنه دي ظروفهم مش هيقدروا يذبحوا لوحدهم الاضحيه، فبيخشوا بقى بالصك ده. احنا بنطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام في الاضحيه، اللي هو يعني هي واجبه علينا كلنا، على كل من قادر على القيام بالاضحيه واجب عليه ان هو يضحي. طب انا كل سنه كنت متعود اجيب عجل واذبحه واوزع على اصدقائي واطعم اهل بيتي وادخر كمان منه، طب انا السنه دي مش هقدر، هل اقدر اساهم باقل من كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان كل سبعه ممكن يجزي عنهم الاشتراك في اضحيه. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي العجل ده ثمنه تقريبا 21,000، لما نقسمه على سبعه يبقى تكلفه الواحد 3,000 جنيه، ده قيمه الصك اللي احنا عاملينه في نبض الحياه. بيتصل بيا المتبرع الكريم يقول انا هعمل صك اضحيه. خلينا نتفق ان هو نصيبه الشرعي في الصك ده حوالي 9 كيلو لحمه، المفروض هو نفسه ياخدهم. لكن احنا السنه دي قلنا احنا نعمل حاجه مختلفه، احنا ظروف الناس صعبه والحال في ضيق شديد جدا، احنا هنذبح عند الفقير علشان نفرحه ونوزع الصدقه بالكامل على الفقراء، مش هناخد منها اي حاجه. يعني هتذبحوا في القرى بقى نفسها. هنذبح عند القرى، مش هنذبح مثلا في المجزر عندنا او نذبح في المؤسسه، لا هنذبح في كل قريه نفرح اهل القريه ونقول لهم الهديه دي بالكامل جايه لكم انتم. ربنا يكرمكم وربنا يتقبل، وكل سنه وانتم طيبين، وبشكر حضرتك جدا في نهايه فقرتنا. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا اسيبكم بعد الفاصل مع فقرتنا الطبيه. انا عايش في هالي هدفي وصلنا لفقرتنا الطبية مع ضيفنا دكتور كريم صبري، أستاذ ودكتور جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إحنا عايزين كده، طبعا احنا بنتابع مع حضرتك التقارير في العيادة وبنشوف ازاي الناس حياتهم اتغيرت وتحولت، وبنشوف الحالات والسمنة المفرطة او السمنة المرضية ازاي ان هم بيلاقوا حل بيغير حياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا ان السمنة المفرطة من الامراض المزمنة شديدة الخطورة بالنسبة للحالة المرضية يعني، وعواقبها طبعا احنا كلنا عارفينها. يعني طبعا السمنه مرتبطه بمجموعه امراض زي السكر والضغط والكوليسترول والحاجات اللي يعني السكريات اللي هي الدهون الضاره في الدم بترتفع بصوره مزمنه. يعني انا لو قعدت احكي عن مشاكل السمنه في مختلف الاعمار يعني ده يعني مش هيتوقف الكلام فيها. طبعا الاطفال يعني بتهزمهم نفسيا، كبار السن اللي هم فوق 65 سنه ما بقدرش يخدم نفسه، يعني تلاقيه مهزوم مرضيا ومفاصله مش شايلاه، يعني ليها مشاكل كتير حقيقه. الخلاص من السمنه انا شايف ان هو مش زي الناس ما هي فاهمه ان هو حاجه تجميليه، لا ده التخلص من السمنه هو حاجه علاجيه لمرض مزمن شديد الخطوره. وبعدين في حاجه كمان احنا عايزين نقولها، انه في بعض الاعمار في ناس ما بتركزش في الحاله المرضيه خالص. يعني البنات اللي هم مقبلين على الزواج او الطلبه اللي هم خلصوا الجامعه ومقبلين على حياه عمليه وحياه اجتماعيه، الموضوع ده بيبقى مسبب لهم عدم ثقه في النفس غير عاديه. انا يعني بصوره يوميه بشوف مقاسي من السمنه المفرطه ومدى تاثيرها على الثقه بالنفس. شباب زي الورد صغيرين متعلمين كويس جدا، السمنه هزماهم. فالتخلص من السمنه هو علاج لحالات مرضيه، ده احنا مش كلام يعني. السمنه مرض مزمن شديد الخطورة. الدهون الناس كلها لازم تعرف ان الدهون في حالة غليان مستمر، غليان مرضي مستمر، هي مصدر لكل الامراض. نفسك اللي انت مش قادر تاخده ده بتاخده بعد ما تنزل وزنك. حلول السمنة حاجات بسيطة، يعني العمليات السمنة فعلا بقت فيها تطور رهيب جدا، وبقت تتعامل في وقت قياسي. احنا يعني طبعا قد لا يتعدى نص ساعة بتعمل عملية، ما بتقعدش في المستشفى 12 ساعة في المستشفى وتروح. عمليات بالمنظار كلها ما فيهاش فتح جراحي زي زمان بنقعد فتره كبيره في المستشفى، لا بترجع لشغلك بعد يوم ولا يومين من اجراء العمليه. والحياه بتتغير للخلف. يعني انا اعرف يعني دماغي بتبقى مليانه بحاجات كتيره. يعني اعرف ناس يعني عملوا عمليات سمنه مفرطه كانوا يعني حالاتهم الصحيه
يعني مثلا مثال واحد انا عالق في ذهني دلوقتي فوق ال 50 سنه وعنده جلطات كتيره في القلب بسبب السمنه المفرطه ومركب دعامات كتيره وبياخد ادويه سيوله قد كده وصحته تعبانه مش نفس مش قادر ياخده من كتر السمنه المفرطه. هي بتاثر على الحاله النفسيه والجسم جسمانية كمان جسمانيه انا يعني اعرف شخصيا يعني بعض المرضى اللي هم مؤثرين في 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 ذاكرتي يعني ده من احد الناس اللي هو كان في خطوره ان هو يدخل في البنج اصلا يعني ده ما كانش اصلا قادر. دكاتره التخدير عندنا فكروا كذا مره وقعدوا يجهزوه فترات كبيره يعني شهرين ثلاثه بيجهزوا فيه عشان يقدروا يعملوا له عمليه. انا شفته يمكن الاسبوع اللي فات حاجه يعني ما شاء الله حاجه تانية خالص. العمر انا بقول كده ان العمر صغر يعني بحوالي 20 سنه ورا اللي هو الكبير في السن اللي ما وزنه يعني حوط عليه ومش قادر يتحرك اللي حالته المرضيه مش قادر ياخد نفسه اللي السمنه مش قادره طول الليل بيشخر يعني بسبب الاوبستركتيف سليب ابنيا او انقطاع النفس اثناء النوم بسبب الحلق المليان دهون لواحد تاني يعني ما شاء الله يعني حاجه تانية خالص. الحجم الكبير فش الحاله المرضيه رجعت مظبوطه علاجات السكر راحت الادويه بتاعت القلب انتظمت القلب اللي هو شغال على وزن 160 ولا 170 كيلو بقى يشتغل على وزن مثلا 70 كيلو ولا 80 كيلو الفرق كبير جدا حاجه يعني مختلفه خالص. حتى طريقه اللبس نفسها اختلفت يعني طبعا من يعني احيانا السمنه بتلزم الواحد يلبس حاجات بشكل معين بشكل معين هو يعني مضطر ان هو يلبسه الواحد تاني بياخد وضعه المظبوط فالسمنه يعني مؤذيه. دكتور اكيد عندك قصص كتير اصلا دماغي اكيد انت عايش معاهم في حياتهم وقصصهم وازاي ان الحياه اتغيرت يعني الحمد لله. طيب دكتور حضرتك عايزين نقول كده للمشاهدين على الابليكيشن الجديد اللي حضرتك عملته. احنا طبعا في عمليه السمنه المفرطه احنا بنحاول ان احنا يعني بنحاول ان احنا نقدم كل السيرفيس وكل الخدمات اللي هي تخلينا دايما طول الوقت في تواصل مستمر مع يعني الناس اللي هي عملت عمليات السمنه. احنا بنقدم لهم يعني ابلكيشن خفيف سهل بينزل على كل الـ يعني الاجهزه سواء الحاجات اللي هي ابل او الاندرويد على الموبايل يعني على التليفون ممكن وينزل على الاجهزه كلها طول الوقت معاك على التليفون بيديك كل النصائح اللي هي اللازمه في ان انت تساعد نفسك ازاي بانقاص الوزن او بطريقه التغذيه قبل العمليه او حتى انت لو مقدم على اجراء عمليه طبعا بيحاول يساعدك في اجراء الفحوصات اللازمه طول الوقت بعد العمليه بديك نصايح ما بعد العمليه ونوتيفيكيشنز بتساعدك يعني وكل الاماكن وكل الارقام اللي تقدر تواصل بيها بصوره يعني مستمره وبصوره يعني سهله لان طبعا احيانا معظم الناس بتبقى مش من القاهره يعني انا عندي مريض سمنه مفرطه جاي من اسيوط جاي القاهره مش عايز ارجع طول الوقت للمتابعات لا يبقى معاك دكاتره على التليفون يكلموك طول الوقت اونلاين طول الوقت بزرار بتدوس عليه في الابلكيشن بتوصل لكل الناس بيحاول يساعدك برضو في ان انت تختار نوع العمليه المناسبه ليك بالتقريب يعني بتاخد بيساعدك ان انت تقول ان انا الداتا بتاعتي كذا فاختار العمليه المناسبه. الناس اللي هم خارج مصر برضو بيساعدهم في الاتصال بينا يعني حاجه سيرفيس يعني بنحاول ان احنا نقدمها لتسهيل المتابعات مع كل الناس اللي عملت عمليات او الناس اللي هي مقدمه على اجراء العمليات في الفتره القادمه. فكره جميله. طيب بما اننا بقى اتكلمنا على السوشيال ميديا ففي اسئله للمتابعين على صفحات السوشيال ميديا فعايزه ابدا اسال ايه حضرتك عليها يا دكتور. مثلا في سؤال عن تاثير السمنه على الرئه يعني بيقول هل السمنه بتضغط على الرئه؟ هل السمنه بتسبب انقطاع التنفس اثناء النوم؟ يعني خليني اسالك حاجه حاجه لان السؤال طويل. تمام كلهم طبعا مفيش شك طبعا ان معظم الناس اللي عندها سمنه مفرطه بنسبه كبيره جدا قد تصل ل 90% من الناس اللي عندهم سمنه مفرطه عندهم انقطاع النفس اثناء النوم وخصوصا في الاطفال. انا يعني شفت اطفال عملوا عمليه قبل كده زي التكميم والحاجات اللي كنا عملنا لهم يعني كان سبب العمليه بس ان هو عنده سمنه مفرطه ومش مركز في حاجه ثانيه هو مركز بس ان هو النفس طول الليل الطفل مش قادر ياخده ووزنه فوق ال 100 كيلو وطفل صغير عنده 11 سنه ولا 15 سنه ومش قادر ياخد نفسه اثناء النوم. انا شفت اطفال الجبهه بتاعتهم سوده من كتر النوم على الديسك هو ما بينامش على ظهره خالص هو يعني ما بيقدرش لو نام على ظهره نفسه يتقطع طول الليل شخير مستمر بيروح الناس بتنام وهي قاعده والناس بتنام وهي قاعده طبعا لانه الكبار الاطفال يروح المدرسه بتاعته بينام فيها لانه مش قادر ينام بالليل فهي يعني طبعا الرئه والنفس بصفه عامه بيتاثر بالسمنه المفرطه. احنا شفت انا يعني الحاجات
لما يبقى واحد مثلا فوق، كل ما زاد النفس، كل ما زاد السمنه، كل ما زاد تاثيره على التنفس. عضلات الصدر بتبقى ضعيفه جدا من كتر ان الدهون زانقه الحجاب الحاجز، دهون كثيره في البطن ضاغطه على الحجاب الحاجز، فبتضعف يعني التمدد بتاع الرئه، ما بتاخدش نفسك كامل، ما بتقدرش تاخد نفسك كامل. والحقيقه احنا مش عايزين، يعني انا نفسي بصراحه ان احنا ناخد خطوات فعليه في انقاص الوزن بدري، مش لازم ان احنا نستنى لحد نوصل للمراحل دي. المراحل دي لانه احنا بنحتاج، يعني بيبقى احنا طبعا كل المرضى بتوعنا عندهم مشاكل في ان هم يعني طبعا في التنفس، والحقيقه انه كلما زاد الوزن كلما زادت مشاكل التنفس بصفه عامه. وتلاقي مع طلوع درجتين سلم، دي طبعا حالات مختلفه لاجراء عمليات السمنه ما بين تكميم المعده وتحويل المسار، لعلاج حالات مختلفة من الأمراض زي السكر وزي الضغط وزي حتى تأخر الإنجاب في بعض الحالات. طبعا بيبقى السمنة المفرطة هي الحل في أن احنا نعالج تأخر الإنجاب عند السيدات. وطبعا لأن الدهون طبعا بتلخبط الهرمونات خالص، بتعمل تكيس في المبيض، طبعا بتأثر بالسلب على الإنجاب. والبنات اللي هم في سن صغير او الناس اللي هم في سن كبير زي استاذ اشرف العباسي، ده صديق شخصي يعني انا بعتز بيه، يعني من الناس اللي استفادت جدا من اجراء العمليه، شباب زي الورد اهوت وزنه كان واحد بيبقى تاني يعني كبير طبعا متغير يعني تماما، بيختلف تماما مختلف الاعمار طبعا. الحقيقه انا شايف ان هو يعني الحياه بتتغير خالص، الحياه بتتغير خالص خالص، يعني دي طبعا فترات كلها قبل العمليه وبعد العمليه بثلاث اربع شهور بتلاقي الحياه اتغيرت يعني طبعا بشكل كبير جدا. فالتاخر في ان احنا ناخد قرار في انقاص الوزن، انا شايف ان ده يعني لازم ان احنا نغير راي شويه. بالنسبه للسؤال، السمنه تؤثر سلبا على التنفس، انقطاع النفس اثناء النوم، عدم تمدد الرئه، ما بنقدرش ناخد نفسنا، وتلاقي طبعا درجتين سلم، تلاقينا ناهق بينهج مش قادر يطلع تاني، او يعني لو راح مشوار بتلاقي طبعا الدنيا صعبه شويه في الحركه يعني بسبب النفس المنقطع. بقيت السؤال يا دكتور، خطوره الاصابه بالكورونا مع وجود السمنه وعلاج السمنه بالعمليات المناسبه، هل ده هيخفف من مضاعفات التنفس من اول الاسبوع الاول، من اول يعني ما تتعمل؟ اللي شفناه الحقيقه في الفتره اللي فاتت يعني كايفيدنس بيزد ميديسين، يعني الحاجات اللي هي اتنشرت او الحاجات اللي احنا شفناها، شفنا انه الناس اللي هم مصابين بالسمنه المفرطه هم اكتر الناس بتدخلوا على جهاز تنفس صناعي، يعني الناس كل الناس لو شفت الناس اللي هي بالنسبه لموضوع كورونا يعني بالنسبه للكورونا يعني لو قسمت حضرتك الاكتر ريسك فاكتور اللي هو السن الكبير، بعده الناس المصابه بالسمنه المفرطه في العالم كله، ثاني اكتر سبب في العالم بيخلي الناس عرضه للحجز في الرئه المركزه وان هم يدخلوا على جهاز تنفس صناعي هو السمنه المفرطه. رئه ما بتفرطش، رئه مش قادر ياخد نفس، والحلق بتاعه مليان دهون يعني طبعا. فهم دول اكتر ناس مصابين بالعرضه لان المرض يكون شديد معاهم. فانقاص الوزن هو علاج جذري لمشاكل التنفس، وان احنا برضو نقوي مناعتنا، لان السمنه المفرطه ليها مشاكل على المناعه بالسلب ليست بالايجاب، وبالتالي انقاص الوزن هو الحل الوحيد لان احنا نحسن التنفس بتاعنا ونكون برضو مناعتنا على اعلى كفاءه ممكنه. طيب في بقى حد تاني بيسال على نصايح لخساره الوزن بعد بقى فك الحظر، لان طبعا حضرتك عارف ان احنا الفتره اللي قعدنا فيها في الكورونا دي احنا من مارس يعني. صحيح. فالاربع شهور دول طبعا طبعا الوزن زايد عند الناس عموما كلها، يعني مش موضوع بقى السمنه المفرطه، السمنه حتى العاديه. نواجه بقى نعمل ايه؟ فهي بتسال ازاي هنقدر ناكل تاني في المطعم؟ هل ابدا باختار مشويات ولا اعمل ايه؟ ازاي اشرب وانا لما اروح اقعد في اي كافيه؟ بتتكلم على الخروج يعني. هل ابعد عن السكريات عن الكريمات ولا اعمل ايه؟ وبالنسبه للنوم دلوقتي النوم بتاعنا اتلخبط، فبقينا طبعا بنسهر لانهم قاعدين وبنصحى متاخر، فهل ده هيأثر ولا لا؟ وبدانا ان احنا ننزل، فهل المشي في الهواء يوميا هيفيد؟ طبعا السؤال ليه كذا شق يعني. اول حاجه احنا اذا كنت في سمنه مفرطه قسم وزنك بقى، لو هو يعني 10 15 كيلو ممكن تجيبهم بدايت وتغذيه وشويه رياضه يعني واجه، يعني لازم طبعا شويه الوزن دول ينزلوا. كلما كان الوزن الزائد اقرب للطبيعي كلما كانت فرصتك على النجاح احسن واعلى. الوزن لما يهزم شويه بيبقى يعني كسر شويه فوق الوزن الطبيعي بزياده شويه، يعني كسر ال 90 ال 100، بيبقى كل ما زاد كل ما بيزيد الصعوبه، لان بيبقى في مناعه انسولين
بيصعب نزول الوزن في وجودها. يعني الوزن اللي هو لواحد وزنه المثالي 70 كيلو واحنا وزننا دلوقتي 80، ان شاء الله هتنزل كويس بتغذيه وشويه رياضه وحاجات ان شاء الله يعني تبقى موفق. بعد كده طب الوزن لو بقى 90 واحنا وزننا المفروض 70، ده انت زدت 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي، بيزيد الصعوبه شويه لان مناعه الانسولين بتزيد اكتر، عامل زي يعني طبعا بيبقى فيه يعني صعوبه شويه في نزول الوزن، الهرمونات بتتغير، الجسم طبعا بيبقى فيه مناعه للنزول لانه بيحاول ان هو طبعا ان هو يمنع نزول الوزن كلما زاد. وصلت لل 100 الموضوع هيفرط، يعني هيبقى صعب نزول اكتر شويه. الاوزان المختلفه لها معاملات مختلفه، 10 15 كيلو اعمل دايت وركز شويه في التغذيه ان شاء الله ومع شويه رياضه في الهواء زي الناس ما بتفكر، طبعا ده حاجه كويسه بس كلما كان الصبح بقى احسن لان يعني طبعا جهاز الحرق بتاعنا ربنا خلقه صباحا مش مساء، مع ان كل الناس بتتمشى بالليل عشان الحر. ما هو انا بشوف ده تلاقي في النادي كل التراك بالليل زحمه. طبعا لا ده طبعا مش صح خالص. الصح صبح احنا بعد صلاه الفجر بتلاقي المخ اصلا ابتدى يشتغل، ما انتش عارفه لو عايز تنام ساعتين مش هتعرف تناميهم ليه. لان الغده الدرقيه ابتدت تشتغل. الغده الدرقيه ابتدت خلاص، هو الجسم ابتدى ياخد الوضع الفطري بتاعه ان هو يشتغل. افطر كويس، اتغدى كويس برضو، العشاء يعني طبعا ده أسوأ وجبه يعني ممكن ناكلها، لانه بعد الساعه 5 6 المغرب خلاص الغده الدرقيه ابتدت تاخد وضع الراحه، ما فيش حرق بالليل. كل ما بتاخده بعد الساعه 5 6 المغرب كل ده مخزن في الجسم، جهازك او فطرة جسمك ليست مش شغالة يعني. ايوه. فاحنا بننصح الناس كلها ان هي تاخد خطوة فعلية. العمليات سهلة جدا سواء تكميم او تحويل مسار، تركيب بالون، رياضة مع دايت، كل دي اوبشنز ان احنا بننزل بيها الوزن بس طبقا للوزن اللي هو المتاح يعني. شكرا ليك جدا يا دكتور. شكرا. شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايش في الدنيا عارف انا عايش في كل ما تضيق علينا نرفع للسماء ايدينا نشكي همومنا وما فينا ملناش غيرك يا رب يا رب اعطف علينا املا بالسماء.